في منطقة الوهبية بمديرية السوادية بالبيضاء على الحدود مع مديرية العبدية بمحافظة مأرب، تدور مواجهات عنيفة منذ عدة أيام بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والبخلوع. تمكنت المقاومة خلالها من دحر الميليشيا من حدود مديرية العبدية والسيطرة على عدد من المواقع في مناطق عبل والسيلة وخرفان في منطقة الوهبية، بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا بينهم قياديين ميدانيين. هذا جهاز أبو حسين الذي قام بقيادة الجبهة على بلادنا وقمنا تحاول الميليشيا الرد على الضربات الموجعة التي تلقتها وتدفع بتعزيزات عسكرية بغرض استعادة المواقع التي سيطرت عليها المقاومة، غير أنها تواجه بمقاومة شديدة من أفراد المقاومة الشعبية الذين يسعون لتضييق الخناق أكثر على ميليشيا الحوثي والمخلوع. تم دهر العدو من المواقع التي تم السيطرة عليها في مديرية العبدية الوبارب والمقاومة والجيش الوطني وأبناء المديرية بالكامل، وتم دحرهم وأخذنا وإحنا الآن في المواقع في الأمامية في محافظة البيضاء. المقاومة لا تكتفي بالدفاع فقط، بل تنتقل لمرحلة الهجوم من وقت إلى آخر لتحقق تقدما على مختلف الجبهات. أدعو جميع القبائل، قبائل البيضاء، أن تفوق وأن ترجع إلى صوابها. المقاومة قادمة لا محالة. إذن تبدو المعركة في الجبهة الفاصلة بين البيضاء ومأرب متصلة بمعارك التحرير التي تشهدها أكثر من جبهة في المحافظة، والتي يؤكد أبناؤها على استمرار كفاحهم المسلح لتخليص محافظتهم من الميليشيا.